السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله مع بعض الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل. طيب انا عايزة اعرف الاول يعني ايه عدد نسبي مربع كامل، عايزة اعرف الجزء ده. تعالى افهمك يعني ايه عدد نسبي مربع كامل. بص معايا كده، انا لما اقول لك 9 في 9، 9 في 9 بكام؟ ب81. طيب ال 81 دي مش عبارة عن 9 اس 2 صح؟ يبقى العدد ده اسمه عدد نسبي مربع كامل، لان ممكن احطه في صورة عدد اس 2، عدد تربيع، تمام؟ فال 81 دي بقول عليها عدد نسبي مربع كامل. يبقى اي عدد يا سنة اولى زي مثلا 144 عبارة عن 12 في 12، يبقى ال 144 ده اسمه عدد نسبي مربع كامل. طيب النهارده الدرس بيقول لي ان انا هجيب الجذر التربيعي. يعني ايه جذر تربيعي؟ يعني مثلا عندي عدد 36، انا عايزه اعرف ال 36 دي ايه العدد اللي اتضرب في نفسه يديني العدد 36، فبعمل حاجه اسمها جذر تربيعي. يعني بقول الجذر التربيعي لل 36 بيديني 6، دي بستخدم فيها الآلة. او لو انا هشتغل بدماغي بقول ايه جذر التربيعي لل 36، ايه العدد اللي يتضرب في نفسه يديني 36؟ يبقى 6. زي مثلا لما اقول لك الجذر التربيعي لل 49، ها العدد اللي يتضرب في نفسه يديني 49 هو 7، وهكذا الجذر التربيعي لل 25 5، والجذر التربيعي لل 4 مثلا 2، والجذر التربيعي للواحد هو 1، والجذر التربيعي للصفر هو 0. طيب في حاجة ينفع يا سنة أولى أقول الجذر التربيعي لسالب 16؟ لا طبعا ما ينفعش، لأن مفيش عدد يتضرب في نفسه يديني سالب 16، يبقى الكلام ده مفيش جذر تربيعي لعدد سالب، يبقى جذر السالب ألف ده غير موجود. يعني مفيش جذر لعدد سالب. خلي بالك ممكن اقول سالب الجذر التربيعي لل 16، دي ممكن اقولها، السالب بره فبنزلها زي ما هي، وجذر ال 16 4، تمام؟ طيب في حاجه تاني يا سنه اولى، لما يقول لي مثلا جذر 2 اس 2، خلي بالك اس 2 دي يا سنه اولى بتطير لي الجذر، يبقى لو تحت الجذر حاجه اس 2 بتروح مع الجذر يتبقى لي 2. طب يا مس لو انا مش هقدر اعملها كده او مش هفتكر ان انا اعملها كده، ممكن اقول 2 اس 2 ب 4، طب جذر ال 4 2، تمام؟ زي مثلا لما اقول لك مثلا نص اس 2، ها مش هفك بقى نص اس 2، لا خلاص الاس 2 بيطير مع الجذر يتبقى لي نص. لو انا فكيتها نص اس 2 بربع، جذر الربع جذر الواحد 1، وجذر الاربعه 2، هي نص، تمام؟ طيب في حاجه تاني، جذر الرموز لما يكون عندي مثلا جذر س اس مثلا 10 ص اس 12، دي هنعملها ازاي؟ انا باخد نص الاس ده ازاي؟ س اس 10، الاس ده نصه كام؟ 5، يبقى س اس 5. طب وص اس 12، نص ال 12 6، يبقى ص اس 6، تمام؟ لان الارقام دي سنه اولى ملهاش جذر فانا بقسمها على 2، تمام؟ طيب لو انا عندي عمليه حسابيه تحت الجذر يفضل ان انا اعملها الاول، هتبان معانا احنا في الحل. مثال واحد بيقول لي اوجد كل مما ياتي. هنا جذر التربيعي 25 في 4، اوعى تجيب لي جذر ال 25 وتضربه في جذر ال 4، الكلام ده غلط. انا عندي عمليه حسابيه اهي، عمليه ضرب، فبعمل الضرب الاول تحت الجذر، ادي الجذر بتاعه اهو، وبضرب 25 في 4 ب 100 وجذر ال 110. لكن لو انت عملت جذر ال 25 5 في جذر ال 4 2، هتطلع معايا برضه ب 10، بس مش دايما بتطلع الحل صح، يفضل ان انا اعمل العمليه الحسابيه وبعدين اجيب الجذر. موجب او سالب جذر ال
التربيعي ل 144. انا ماليش دعوه بالموجة الاوصال اللي بينزل زي ما هو اهو. جذر ال 144 12. طب هنا الموجة الاوصال اللي بينزل الجذر التربيعي 1.44 من 100 اللي هي سنه اولى 144 على 100. انزل الموجة الاوصال جذر ال 144 12 جذر ال 110 اللي هي ممكن نحطها في ابسط صوره موجب او سالب نقسم على الاثنين 6 على 5. تمام. طيب بص هنا معايا عندي حاجه على الدرس بتاعه القوه الصحيحه السالبه. طبعا انا ما ينفعش يبقى عندي اس سالب تحت الجذر، فبعمل ايه في الاس السالب ده؟ بحول الاس موجب. ازاي يا مس؟ مش احنا كنا متفقين ان لما في لما يكون في اس سالب على القوس على بسط ومقام انا بقلب البسط مع المقام، ببدل البسط مع المقام، يعني هيبقى جذر 3 على الاثنين اس 2 تاني. انا عندي الاثنين على 3 اس سالب 2، خليتها 3 على الاثنين اس 2. طيب واتفقنا برضو من شويه ان الاس 2 بيطير مع الجذر، خلي بالك اس 2 بس هو اللي بيطير الجذر، يبقى الناتج عندي 2 على 3، 3 على 2. طيب هنا هنا في تكة كده، انا ما ينفعش من الاول كده اقول ان القص ده هيطير الجذر عشان في حاجه هنا رخمه اهي السالب دي، لازم اخلص من السالب دي الاول. اولا سالب جذر التربيعي سالب 3 على 4 قص 2، مش ده قص زوجي؟ والقص الزوجي يا سنه اولى بيخلي الاشاره دي موجبه، يعني المفروض هو اصلا 3 على 4 قص 2. هنا بقى اقول لك ان الاس 2 يطير الجذر يبقى الناتج 3 على 4. شفت الفرق؟ لو انت كنت طيرت الاس 2 مع الجذر قبل ما تخلص من الاشاره كان الناتج هيطلع معاك سالب 3 على 4 وده غلط. يبقى انا لازم اخلص من الاشاره الاول. طيب رقم 6 بيقول لي جذر التربيع سالب 6 اس 2 على 9. اتفقنا لو في عمليه حسابيه تحت الجذر بعملها الاول. يعني سالب 6 أس 2 ب 36 على الآلة على 9. طب 36 على 9 اللي هي 4، يبقى جذر الأربعة 2. رقم 7 بيقول لي 4 س أس 6 ص أس 8. هجيب لكل واحد جذر تربيعي، يعني الجذر التربيعي للأربعة 2، والجذر التربيعي س أس 6 قلت باخد نص الأس ده يبقى س أس 3. الجذر التربيعي ص أس 8 ص أس 4. طب هنا عندي عملية أسس عادية جدا هعملها الأول وبعدين الناتج هجيب له الجذر التربيعي. يبقى أنا هشتغل اللي تحت الجذر الأول. ها فوق هجمع الأسس 7 أس 3 في 7 أس 5 في 7 أس 8 على 7 أس 4. وبعد كده دي عملية قسم هطرح فيها الأسس. يبقى الجذر التربيعي 7 أس 8 على 7 أس 4 ب 7 أس 4 لأني طرحت إيه؟ الأسس. طب هقول لك على حاجة حلوة، هو أنا مش ممكن أخلي ال 7 أس 4 دي عبارة عن 7 أس 2 الكل أس 2؟ سهلة، 2 في 2 ب 4 أهي، أنا قسمت الأس بس، ليه عملت كده؟ علشان أقول لك أس 2 ده هيطير الجذر، يبقى معايا 7 أس 2 ب 49. وكان في حل تاني إن أنا أجيب 7 أس 4 على الآلة وآخد جذرها هيطلع برضه ب 49. بس طالما في أفكار تسهل لي الحل يا ريت نستخدمها. طيب هنا عندي جذر وفوقيه جذر. أنا هشتغل من جوه أو من تحت لفوق، يعني بشتغل اللي تحت الجذر الأول. يعني هنا جذر ال 25 الجذر الكبير ده أهو. جذر ال 25 5 زائد جذر ال 16 4 وبعدين اجمع 5 و 4 9 في الاخر بقى بجيب جذر ال 9 3. طب هنا بسيطه برضو، انا هجيب جذر كل حاجه. ال 49 جذرها ايه؟ 7. طب ال 9 اللي تحت دي جذرها ايه؟ 3. طب ا اس 2 باخد نص القص يبقى جذرها ا. طب ب أس 2 جذرها ب. تمام. رقم 11 الجذر التربيعي لسالب 3 أس 2 زائد 4 أس 2. أنا هشتغل عادي الجذر موجود معايا لحد ما أخلص الحاجات اللي تحتيه.
أس 2 بيطير السالب دي يبقى 3 أس 2 ب9 زائد 4 أس 2 ب16. أرجع أجمع الجذر معايا أهو 16 و9 25، يبقى جذر التربيع لل 25 هو 5. نوع تاني من المسائل واللي بيجي في الامتحانات بيقول لي اختصر كل مما ياتي لأقصى الصورة. أعطيني 9 على 16 أس 0 في جذر التربيع ل 64 على 25 في 5 على 2 أس 2. أنا هشتغل مع كل حاجة لوحدها. أنا عندي أي حاجة أس 0 يا سنة أولى بواحد في جذر التربيع ل 64 على ال 25 هو 8 على ال 5. جذر ال 64 8 وجذر ال 25 5 في هنفك الأس ده 5 أس 2 ب 25 و 2 أس 2 ب 4. هلاحظ إن في شوية اختصارات هختصرها. 5 على 5 فيها الواحد، 25 على 5 فيها الخمسة، 4 على 4 فيها الواحد، 8 على 4 فيها الاثنين، وارجع اضرب الكلام ده كله في بعضه. 2 في 5 ب 10، 1 في 1 ب 1، الكلام ده في 1 ب 1 برضه، يبقى 10 على 1 اللي هي 10. نفس القصة هنا، أنا عندي 5 على 3 مفيش منها مشكلة بتنزل زي ما هي، هفك الأس ده نص أس 2 يعني 1 أس 2 ب 1، 2 أس 2 ب 4 في الجذر التربيعي ل 16 على 25، جذر ال 16 4 وجذر ال 25 5. هنلاقي فيه اختصارات، الخمسة دي الخمسة على الخمسة فيها الواحد، خمسة على الخمسة فيها الواحد، أربعة على الأربعة فيها الواحد، أربعة على الأربعة فيها الواحد. واحد في واحد في واحد بواحد، تلاتة في واحد في واحد بتلاتة، يبقى الناتج النهائي تلت. سؤال رقم تلاتة بيقول لي سالب تلت أس 2 زائد الجذر التربيعي ل 64 على 81 ناقص 1 ناقص 5 على 6 أس 0. طب تعالى نتعامل مع الأس الأول، هنا في إشارة سالبة بس الأس الزوجي ده هيطيرها، يبقى أكنها مش موجودة. 1 أس 2 ب 1، 3 أس 2 ب 9 زائد 4 جذر ال 64 8، جذر ال 81 9 ناقص اي حاجه اس 0 واحد. طيب ممكن نجمع دول عشان دول متوحدين المقام بتاعهم واحد، هنزل ال 9 1 و 8 9 ناقص 1. طيب 9 9 1 ناقص 1، يبقى الناتج النهائي 0. سؤال رقم 3 يا سنه اولى اكمل ما ياتي، شويه مسائل كده اكمل على الجذر التربيعي. بيقول المعكوس التربيعي لعدد جذر 9 على 16، انا لازم اجيب الاول العدد. جذر 9 على 16 جذر 9 3، جذر 16 4، يبقى انا هجيب معكوس ضرب ده، تمام؟ يبقى 4 على 3. جذر التربيعي 9 زائد 16، اوعى التلاتة دي تخدعك وتقول لي التلاتة 9 جذرها 3، يبقى انا هنا هجيب جذر 16 4، الكلام ده غلط. انا هجمع، مش احنا اتفقنا ان احنا نعمل العملية اللي تحت الجذر الاول؟ 9 و16 25، جذر ال 25 5، الخمسة دي في منها 3، يبقى 3 زائد كام يديني 5؟ 3 زائد 2. لو انت كنت اتسرعت وقلت لي 9 جذرها 3 وال 4 و16 جذرها 4، يبقى كده غلط. انا لازم اعمل العمليه الحسابيه الاول زي دي. هنا برضو نفس الخدع، الجذر التربيعي ال 100 ناقص 64، انت هتتسرع وتقول لي طالما هنا 100 جذرها 10 يبقى ال 64 جذرها 8، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. انا هعمل ايه؟ هعمل العمليه الحسابيه الاول، 100 ناقص 64 36، جذر ال 36 كام؟ 6. طيب مش ده الناتج 6؟ طب 10 ناقص كام يديني ال 6؟ 10 ناقص 4، تمام؟ هنا جذر الواحد 1، جذر الأربعة 2، 1 و 2 3، يبقى ناتج المسألة دي هو 3. طب ال 3 دي جذر كام يديني 3؟ جذر ال 9، يبقى المفروض يكون هي 9 عشان جذر ال 9 يديني كام؟ 3. المعكوس الجمعي للعدد سالب جذر 25 على 9، انا ماليش دعوه بالسالب دي دلوقتي، انا هظبط العدد الاول. جذر ال 25 على 9
جذر 25 5 جذر 9 3 يبقى العدد سالب 5 على 3 معكوسه الجمعي ها 5 على 3 موجب. اخر سؤال بيقول لي جذر 16 اتفقنا ان لما يكون في جذر فوق بعضه انا بشتغل من تحت لفوق بجيب جذر ال 16 الاول الجذر الكبير الاولاني هو معايا بجيب جذر ال 16 4 يبقى جذر ال 4 2